السلام عليكم. أعزائي المشاهدين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج السلام عليكم وكالعادة مستضيفين راباي جيسون الذي كان معنا في رحلة في الأيام الماضية. رابي جيسون شكراً جزيلاً لأنك معنا مرة أخرى. أهلاً وسهلاً السلام عليكم. سلاماً حبيبي من الرائع أن أكون معك. أشكرك. تحدثنا في المرة السابقة عن موضوع الغفران والخطية وأن الخطية تفصلنا عن الله وكيف ان الغفران لا يؤثر على علاقاتنا بالله فقط عندما نقبل مغفره الله لنا بل يؤثر على علاقاتنا بالاخرين لذلك اذا لم اغفر للاخر فهل اتسبب في اذيته وما تاثير ذلك علي حسنا يقال ان عدم الغفران هو انك تشرب السم وتتوقع ان يقتل الاخر <pper> <هم>. <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> اعني انك عندما لا تغفر فأنت تؤذي نفسك كأنك تقوم بوضع السم لنفسك فهذا يصنع مرارة في حياتك ويؤثر على كل من حولك وأرى أن الطريق الوحيد الذي يجعلنا نغفر في المستوى المطلوب هو فقط باختبار المغفرة التي تأتي إلينا من خلال يسوع المسيح فعندما نختبر مغفرة الله الغامرة ومحبته الغير محدودة هذا يجعلنا نرغب في الغفران للاخرين هم هم لكن بعض الناس سيبررون كراهيتهم للاخرين بان الله امرني ان يعني افعل ذلك فعندما كنت مسلما كنت اكره اليهود لان هذا مكتوب في القران وانا اطيعه فهل يمكن ان يامرنا الله يوما بكراهيه احد بالتاكيد لا ببساطه الكراهيه خطيه وكما تحدثنا من قبل كل شخص منا مخلوق على صورة الله ومثاله. وعندما اكره شخصا فانا بصورة ما اكره الله. وعندما اؤذي شخصا فانا بصورة ما اؤذي واتسبب في تدمير هذا الشخص المخلوق على صورة الله. وارى هذا مخالفا لطبيعة الله، بل اعتقد ان معاملة الناس هكذا هو تدنيس لاسم الله. نعم. ما هو رأيك إذا قلت لك أني عندما كنت مسلما في نهاية كل صلاة كنت أقول دعاء يا رب اقتلهم وامحهم من على الأرض كمحاولة للانتقام من الناس من اليهود ومن المسيحيين قل لي ما رأيك أنت في شيء كهذا؟ يؤسفني سماع ذلك وأنا أظن أن كل منا كان يوما في حياته وفي قلبه غضب تجاه الاخرين لكني لا اعتقد ان هذا يتفق مع طبيعه الله وارى ان هذا يختلف تماما عن الاله الذي اختبرته وذقت نعمته فالله لا يريد هلاك اي شخص ولا يريد ان يدمر الناس يريد ان يغيرهم ويحضرهم للايمان والسر هو ان الله محبه وان لم نعرف ونختبر تلك المحبه سوف ينقصنا الكثير مم. نعم هناك كثير من الاشخاص الذين يشجعون الناس على الجهاد او قتل الاخرين ويظنونه وجهه نظر الهيه وهذا وهذا بالطبع يعتبر مشكله بالطبع مشكله كبيره <applause> اود ان اشاركك في اختبار شخصي حدث معي قبل ان اتعرف على يسوع المسيح كنت اكره الناس وخاصة اليهود والمسيحيين. وقتها كنت ارى اليهود كأسوأ أناس وجدوا على الأرض، فكل الناس سوف يحصلون على فرصة لدخول الجنة يوماً ما إلا هم وأيضاً المسيحيون. وتعمقت الكراهية في قلبي، فعندما كنت في الثانوية، كان معي شاب مسيحي يجلس بجواري، وكان اسمه زكريا، وكنت اكرهه. لكن المشكله كانت اني كنت اكرهه لكنه كان يحتملني فكنت اذهب للمدرسه كل يوم باحثا عن وسيله لقتل ذلك الشاب وهو كان دائما يبتسم في وجهي كنت اقول له كلاما رديئا وهو يباركني وهذا جعلني اكرهه اكثر وذات يوم قلت لاصدقائي زكريا يجب ان نقتله لاني لم اعد اطيقه اكثر من ذلك وذات ليله ضربناه ضربا مبرحا في غابه بعيده وتركناه هناك بين الموت والحياه وتلك كانت علاقتي الوحيده بالمسيحيين فعلت ذلك وقتها لاني كنت شخصا متدينا وظننت اني اتمم امرا طلبه الله مني وسوف يرضيه وبعد سنوات بعدها بخمس وعشرين سنه قابلت زكريا ثانيه في القاهره كنت في القاهره يوما ما وكان يتحدث معي لم اكن اعرف وقتها من هو وكان يتحدث معي وشاركته باختباري وكيف ان يسوع غير حياتي وهذا الشخص بدا في البكاء فبالطبع سالته لماذا تبكي فاجابني اتعرف من انا ليست لدي فكره فانا لم ارك من قبل عندها اجابني وقال انا زكريا زميلك. يا إلهي. لك أن تتخيل أني توقعت أن يوقع بي، أن ينتقم مني، أو يضربني، أتعرف؟ مهما فعل بي وقتها كنت سأقبله لأني أعرف كم أسأت إليه، لكن زكريا نظر في عيني وقال يا ياسر لأنك كنت تكرهني بشدة كنت دومًا أصلي لك. يا إلهي. تصور كنت أكرهه وهو يصلي لي، كنت أضربه وأضطهده. وهو يصلي لأجلي وأنا أؤمن أن الذي جعل يسوع يبحث عن شخص مثلي وأن شخصا مثل زكريا كان يصلي لأجلي فلو كان ذلك الشاب قد تعامل مع عنفي بالعنف أو كراهيتي بكراهية لما حدث في حياتي هذا التغيير الكبير نحن نحتاج لمحبة هؤلاء الأشخاص أمثاله وهذا سيغير حياة الكثيرين هذا جزء من عمل يسوع لأجلنا عندما مات على الصليب. فكما قلنا من قبل، إن عدم الغفران يسبب الانفصال وانكسار العلاقات بيننا. فبينما كان على الصليب، كان الناس يستهزئون به، وماذا كان رد فعله؟ يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كانوا يستهزئون به ويسخرون منه، ومع أنه كان في وضع مؤلم، انظر ماذا فعل. قدم الغفران والمحبه لكي يسترد تلك العلاقات معنا ولكي يعيد نعم التواصل مره اخرى نعم وهذه حقيقه قويه جدا فانا ارى ان ما تقوله الان هو درس هام عن الحق والمحبه لان الطريقه التي تتغلب بها على روح الكراهيه والغضب والشر ليست أن تواجه ذلك بنفس الروح، فإذا فعلت فهذا ما سوف يحدث، لكننا نعم نواجهه نعم بروح مضادة. نعم نعم فتغلب الشر بالخير وتتغلب على الكراهية بالمحبة. ولا يوجد أبدا ما هو أقوى وهذا من ما ذلك. يؤدي لتغيير حقيقي. نعم. إذا هل ما تقول معناه أني لن أجد في تعاليم يسوع أي شيء يشجعني كتابع ليسوع على العنف أو على قتل الناس أو على كراهية الناس؟ قطعًا لا. تأكد أن يسوع كان يعظ برسالة حب وغفران وأيضًا رحمة. مم. وحتى عندما أراد تلاميذه أن يحاربوا ويحملوا السيوف مم. لينقذوه، قال لهم لا <applause> ومنعهم تمامًا من فعل ذلك. نعم، لكن ماذا عن العنف والحروب التي شنها المسيحيون؟ الحروب الصليبيه وقتل الناس، الا يعتبر ذلك جهادا من اجل يسوع؟ هذه ملحوظه رائعه، لاني بحسب خلفيه اليهوديه مم. فالشعب اليهودي واجه كثيرا من القتل ومن الاضطهاد. أثناء الحروب الصليبية نعم فهم كانوا يقتلون اليهود بينما كانوا يسعون لقتل المسلمين، مم. لكن هذا يخص أشخاصا وليس يسوع أيضا فكر في الهولوكوست من قاموا بها كانوا مسيحيين أو من خلفية مسيحية وكانوا يحاولون التخلص من اليهود. كيف ترى ذلك؟ هل تربط هذا بيسوع بالطبع بشكل لا. مباشر؟ فهذا انحراف مطلق وتناقض مع تعاليم الرب مم. مع كل ما دافع عنه يسوع. كل ما دفع عنه يسوع لم يحفظوه. م. فهم أخذوا تعليمه ثم حرفوها م. واستخدموها لأجل أغراضهم م. لأنه لا يوجد على الإطلاق أي شيء في تعاليم العهد الجديد ولا م. في تعليم يسوع ما يدعو لاستخدام العنف في مواجهة الآخر م. وهذا تناقض صريح. فنحن نرى اليوم أن أحد أكبر المشكلات التي نواجهها هو انتحال الشخصيه <applause> حيث ياتي شخص وينتحل اسمك وصفتك وهويتك وبعد ذلك يدعي انه انت لاجل اغراض خاطئه هناك الكثير من الاشخاص الذين انتحلوا اسم يسوع وانتحلوا العهد الجديد واستخدموه لكي يبرروا افعالهم الخاطئه لكنه انتحال للشخصيه. نعم، واو واو اذا لا نجد ذلك في كلمات يسوع ولا في تعليمه او تعليم تلاميذه ولا حتى عند اتباع المسيح الاوائل. لا هو ملقب شالوم اي ملك السلام. واو اتى ليهب السلام. نعم. اذا ماذا عن الذين يقولون ان العهد الجديد يتحدث عن يسوع الجميل، الله الجميل، لكن ماذا عن اله العهد القديم؟ وقتل الناس ومحاولة الربط ما بين ذلك العنف والعنف في الاسلام، فهم يقولون ان اله العهد القديم واله الاسلام والجهاد هما متشابهان في عدة امور. قطعا لا، فانا اظن ان نصوص العهد القديم، النصوص العبرية توضح ذلك، فالله يقول انا هو، أمسا واليوم وإلى الأبد. ففكرة ان اله العهد القديم يختلف بشكل ما عن اله العهد الجديد وهناك اختلاف كبير وواضح بين الاثنين غير وارده فالكتاب يقول ان الله هو هو امسا واليوم والى الابد واعتقد ان هناك كثيرا من سوء الفهم للايات وايضا لتاريخ النصوص العبريه إحدى الآيات التي يسيء الناس فهمها مم. موجودة في خروج عشرين مم. والعدد الخامس وهي تقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى إلى الجيل الثالث والجيل الرابع مما يعني أنه ليس إلهًا غفورًا بالفعل فهو يذكر الذنوب حتى الجيل الثالث نعم وسنرى بعد لحظة ماذا يقصد مم. فالكلمات العبرية في الآية هي بوكيد أفون أفوت م. أوكي؟ بوكيد يمكن أن تترجم يفتقد وأفون هي الذنوب م. وأفوت هي الآباء م. لكن هناك طريقة أفضل لترجمة كلمة بوكيد م. بدلاً من يفتقد م. وهي الله يتذكر الذنوب أو خطايا الآباء والأبناء حتى الجيل الثالث والجيل الرابع وهو يقصد أن الله لا يدين الأبناء لأجل خطايا آبائهم لكنه يمتنع عن دينونة واو الأبناء والآباء ويتأنى عليهم حتى رابع جيل فالله رحيم ورؤوف هو طويل الروح وكثير الرحمة فالله لا يسعى للدينونة بل يمنعها نعم هو يمنعها فالله يريد أن يعطي فرصة لكل الناس ليغيروا طرقهم م. ويتوبوا ويعودوا إليه م. في تكوين الإصحاح الخامس عشر يتحدث الله مع ابراهيم م. يتحدث مع إبراهيم ويقول إن أبناءك سوف يصيرون عبيدا م. لأربعمائة عام لا. لماذا؟ م. هنا يقول الكتاب لأن ذنب الأموريين ليس الى الان كاملا ولن يكتمل حتى اربعه اجيال فمع ان اولئك الناس كانوا يعيشون في الارض المقدسه الارض التي اختارها الله لكنهم كانوا يرتكبون تلك الافعال الشنيعه والله يقول لن ادينهم الان Wow. سوف أنتظر لأربعة wow. أجيال، ويقول في سفر الخروج إنه سوف ينتظر حتى أربعة أجيال لكي يأتي في النهاية بالدينونة على أمة أو شعب. هذا يعني أنها نعمة موهوبة من الله. الله ينتظر وأيضا يتأنى على أولئك الناس. طبعا hmm. وهذا يثبت أن الله رؤوف. الآية تقول أن الرب رحيم ورؤوف، hmm. طويل الروح وكثير الرحمة. Hmm. مما يعود بنا للسؤال الاول فالله يرسل حقا شعب اسرائيل ونعم يجب عليهم ان يقتلوا سكان تلك الارض لكن الامر المهم هذا ليس جهادا لان الله اعطاهم اربعه اجيال ليتغيروا هذا اولا وثانيا الاموريون قتلوا الاطفال وعبدوا الاوثان وفعلوا أسوأ ما يخطر على البال، بعضهم تجاه بعض. وحدث هذا مرة واحدة في مكان واحد، وهو الأرض المقدسة. واو. تلك الأرض هي مكان مميز مم. لا يستطيع تحمل الخطية، وبالتالي لا مبرر لتكرار أي حروب أخرى أو أي أفعال مماثلة. مم. لا يجب تكراره هم. فهذا موقف خاص وظروف خاصة لمرة واحدة هم. وهذا كله حدث لأن الناس لم يريدوا أن يتغيروا وكانوا يدنسون الأرض التي اختارها الله فإذا جمعنا ذلك فأنت تخبرني أن الله لا يتغير فإله العهد القديم هو نفس الإله الذي أعلن عن نفسه وهو صبور ويظهر نعمته ويتأنى على الناس حتى الجيل الرابع بالتأكيد والأمر الثالث هو أن الحروب والقتل الذي حدث في العهد القديم مرتبطة كلها بمكان وزمان معينين. نعم. إذا لا توجد سنة ولا شيء يجب علي أن أطبقه بنفس الطريقة، فمثلما فعل يشوع في أريحا أن تذهب وتحاصر قرية وتحتلها. بالطبع لا، فحتى في هذه القصة هناك من استحياهم كراحب لأنها كانت متفقة مع أهداف الله م. وبالتالي لا يمكنك تطبيق هذا اليوم. م. فهو ليس مبررا. وليس المقصود أن يصير أمرا يمارس بشكل عادي م. مطلوب أن نعامل الناس بـ بـ بسلام ومحبة م. وأنا أؤمن أن طريقة التغلب على الظلام والشر في العالم ليست أبدا باستخدام السيف م. لكن تواجه بالحب مم. والرحمه وهذا ما قاله يسوع ان كل الذين ياخذون بالسيف بالسيف اخذون بالطبع نعم وهذا يعني ان هناك بعض المبادئ في الكتاب المقدس يمكن ان نعتبرها خالده فعندما نقول ان الله يحبك فهذا ينطبق في الواقع دوما كل موقف وكل مكان صحيح لكن عندما تقوم حرب بسبب هدف يحققه الله في وقت ما ومكان ما لا يمكننا القول اننا نريد تطبيق ذلك الامر حتى اذا كان ضمن النصوص الكتابيه نعم فهناك نصوص وصفيه وهناك نصوص تحريميه النصوص الوصفيه تصف ما حدث بالفعل لكن ليس المقصود منها ان نطبقها في حياتنا اليوميه وهناك نصوص تحريميه بمعنى ان الله يامر بتلك الاشياء ويطلبها منا ويجب ان نطبقها طوال الوقت فالله لا يأمرنا ببناء فلك لن نبني فلك كل يوم فذلك كان موقفا محددا في وقت محدد جدا لا يمكن تطبيقه مرة أخرى هذا ما أقوله مرارا لأصدقاء المسلمين عندما يتحدثون عن الجهاد دوما تجد أصل الجهاد أو مبررات له في نص القرآن في حياة محمد وحياة الصحابة الذين أتوا بعده وايضا في التاريخ الاسلامي ولذلك فان اي محاوله لفصل داعش عما يحدث في الاسلام لهي في الواقع محاوله خاطئه ولهذا اسال اصدقائي المسلمين الذين يقولون ان داعش لا صله لها بالاسلام اسالهم اي عمل من اعمال داعش يمكن ان يقولوا عنه انه ليس اسلاميا وهذا في الحقيقه ما كنت تقوله الان عن الله في النصوص العبريه نعم فانا ارى ان الايمان الايمان الخاص بيسوع لم ينتشر من خلال العنف م. بل انتشر من خلال الحب ومن خلال الرحمه نعم. احد اسباب انتشاره بسرعه في في آه العالم الروماني وقتها هو انه عندما كانت المدن تتعرض للاوبئه او المجاعات او الامراض فبعض ممن كانوا لا يغادرون ويبقون ليعتنوا بأولئك الافراد كانوا من اتباع يسوع م. كان باقي الناس يهربون ويبقون للعنايه بالمتالمين والمرضى وهذه هي الروح التي التي تخص يسوع م. لا الكراهيه والحرب والعدوانيه واو. اما ان تفعل العكس فهذا يناقض كل ما دافع عنه وكل ما علمه يسوع فقد غفر للكثيرين باستمرار وعاملهم بنعمه فهو كان يكلم ويصادق الناس الذين لا يحبهم احد واو. من لا يتحدث معهم احد ام. كان يتكلم مع الاشخاص المنبوذين في المجتمع وكان يقيم معهم صدقات. <applause> هذا هو القلب الذي نبحث عنه. معنى هذا انه لا توجد ايات تقول ان المسيح سوف ياتي قويا ومعه جيوش ليشن الحروب ويقتل الناس ويقيم العدل باستخدام السيف، هل هناك صوره كهذه؟ بالطبع هناك صوره لله الذي سوف يدين العالم يوما ما، لكنه سوف ياتي ليدين العالم ولسنا نحن من ندين العالم، فهو نعم. من سوف هو. يدين العالم. لذلك واو. نحن ابدا لا يمكننا ان ندين لا نملك كل الحقائق ولا نعرف كل ما يحدث احد الاشياء المشوقه عندما نعود للايه التي تقول ان الله يتذكر ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الرابع فاحد سبل فهم تلك الايه ان الله يضع في الحسبان بوكيد تعني يضع في الحسبان ذنوب الاباء والابناء فالله ينظر لحياه الناس ويرى كل شيء مر به مم. هو يرى جيدا كيف اثر فيهم اباؤهم وكذلك اجدادهم مم. وخبراتهم السلبيه المؤلمه ويضع الله كل تلك الامور في الحسبان عندما يتعامل مع شخص او يدين شخص مم. ونحن لا يمكننا ان ندين شخصا ما هكذا مم. فنحن ليست لدينا تلك الحقائق وايضا ليس لدينا ذلك مم. العلم مم. مم. إذا هذا يعني أن الله سوف يأتي ويدين العالم أو إذا أنزل فيضانا وأغرق الأرض فهذا في الواقع شأنه الخاص نعم هذا شأنه لأننا لا نحكم إلا على المظهر الخارجي لكن عندما ينظر الله للناس فهو ينظر للقلب فهو يعرف القلب ويعرف الفكر ويعرف أفكار كل شخص فينا لذلك هو من يستطيع ان يدين ويقول يسوع: لا تدينوا لكي لا تدانوا هذا احد تعاليمه وهو يعلمنا الا ندين الاخرين ولكن دعنا الان نعود للايه التي تقول بالكيل الذي به تكيلون سوف يكال لكم بالعبريه انه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم مكيال يساوي مكيال السؤال هنا ماذا لو اني ادنتك بطريقه قاسيه هم. وماذا لو طبق الله هم. نفس ذلك المقياس علي فالله <applause> سوف يطبق علي نفس المكيال بنفس الطريقه ونفس مقياس الدينونه الذي ادنتك انا به واو. فهل ساقبل انا ذلك هم. هذا هو ما يجب ان نساله هم. لانفسنا هم. اذا عاملتك برافه سيعاملني الله بنفس الطريقه نعم. كما تعلم فإن جوهر الجهاد في الإسلام هو أن الله يعطيني أمر تكليف كمسلم فأنا كنت مسلما يأمرني بقتل هذا الشخص غير المؤمن. يا إلهي هذا فكر يختلف تماما عن فهمي لطبيعة الله في الكتاب المقدس لأنه حتى كما تعلمنا أخرج الله شعب إسرائيل من مصر وبينما كنا نعبر البحر الاحمر وبدانا نسبح الله لانه حررنا وانقذنا من العبوديه وعندما كان الله يغلق مياه البحر الاحمر بعد العبور لكي تغرق المياه المصريين وراءنا كان الاسرائيليون يسبحون فرحا وملائكه السماء يسبحون ايضا قال الله لملائكه السماء توقفوا عن التسبيح لأن أولادي يغرقون الآن في البحر. واو فمع واو. أن المصريين عصوا الله وعبدوا الأصنام ولم يستمعوا إليه واضطهدوا شعبه، <applause> عندما كانوا يغرقون في البحر الأحمر <applause> قال للملائكة أن يتوقفوا عن التسبيح لأنه مهتم بغرق أولاده. هذا هو قلب الله. <applause> نعم، إذا فالعنف والجهاد وكل القتل، بسم الله، هو لا يمت لله بصلة. لا يتصل هذا بالهنا الذي في النصوص العبريه. مم. هو يقول: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد مم. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه، فالله لا يريد الهلاك لاي شخص. مم. واو <applause> نعم يريدهم ان يؤمنوا به فقط ان يؤمنوا به ويقبلوا مم. عطيه الفداء مم. والغفران مم. التي أعطاها لنا مم. فمن المشوق أن تعرف أن كلمة إنفصال التي ذكرناها سابقا هي مم. جولاه بالعبرية مم. وكلمة فداء هي جاء الله وما الفرق بينهما؟ هناك حرف واحد مختلف بين الكلمتين هو الألف مم. وهو أكثر حرف يعبر عن اسم الله وهو الحرف الرئيسي والأول في الأبجدية مم. عندما تنزع الله مم. سوف تحصل على الفوضى والانفصال والكراهيه، لكن عندما تضع الله، سوف تحصل على الفداء والمحبه والغفران والتغيير والتحول في العالم. نحتاج ان يسكن الله في قلوبنا وفي حياتنا لكي نتصرف بشكل مختلف واو وهذا بالفعل ما نريده اليوم، اريدك ان تصلي معنا، تصلي لاجل منطقتنا، فبالطبع انت تعرف الدمار الذي يحدث الان في سوريا، والقتل الذي نتمنى ان يتوقف بسم الله فهل لا صليت لاجلنا ولاجل منطقتنا بقيت لدينا دقيقه واحده يا ابانا في السماء اننا نصلي لاجل سلامك في سوريا فانت ملك عظيم وحسن ومخلص وستر احمي الابرياء من الاطفال والنساء نسال ان تغير قلوب اولئك اولئك الذين يؤذون ويؤلمون الاشخاص الابرياء نطلب ان تحل محبتك ونعمتك كما نصلي لاجل المتالمين ان يتمكنوا من الغفران وليحل السلام والمحبه والمصالحه والحمايه والبركه هناك فيتوقف الصراع واريد ان اطلب لاجل الشرق الاوسط اعطهم نعمتك ورحمتك ومحبتك فلا يسعى الناس للانتقام بل يسعون للغفران مم. في اسم ابنك يسوع مسيحنا المخلص امين 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 رابي جيسون من الرائع يعني ان تكون معنا احبك وانا احبك ايضا اشكرك اشكرك والان وصلنا لنهايه هذه الحلقه واحب ان اقول لك اذا اتى اليك شخص وقال لك اكره هذا الشخص لان الله يريدك ان تفعل ذلك او اقتله فالله يريد منك ذلك اود ان اخبرك ان هذا كذب فالله ابدا لن يطلب ان نكره الناس او نقتل الناس فقد بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي تكون لنا حياه وان يجعل حياتنا افضل